عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوريكم كيفاش كنقدم طبق ديال أفغان تشيكن كباب على الطريقة ديال لي ريستوران. الوصفات عندي هما في دي فيديو من قبل في القناة ديالي، غادي نحط لكم الروابط، ولكن غادي نوريكم أنا الطريقة كيفاش كنحط هذا الطبق. بسم الله. هنايا ديجا أنا صغبت تشيكن كباب، درتو في القطبان، وكما كان نقول لكم راه عندي طريقه، غادي نحط لكم الرابط وغادي نوريكم حتى الفيديو اللي انا كان التوابل اللي كنستعمل. هو سيرتو التقنيه باش ان تشيكن كباب يرجع لنا يجي زوين. انا دائما كندهنو بالزيت، زيت البلدي، بزيت العاديه او زيت البلديه كما تحبوا نتوما، وكندهنو من الفوق فاش كنحطو كندهنو قبل من التحت، وكنحطو نحط القطبان وعاد تندهنو من الفوق بالزيت كما كتشوفوا بحال هكايا. انا عندي باربيكيو عادي، واللذه ديال الكباب كتجي اش كنقولوا حنا الباربيكيو ديال الفاخر، هذا ديال الغاز. كنبقى مستمره مع المراقبه، كنبقى نقلب القطبان على جوج جوايع، كنشوف ان حتى تتحيد منهم داك الماء ديال كما نقولوا العصير ديال الدجاج، عاد نعرفوا ان تشيكن كباب راه طاب. وبارفو كنسد كنغطيه وكنخليه شويه، من ان الا غطيته وغفلت عليه غير شويه راه كيتحرق. واللون اللي كتشوفوا هنايا اللون ديال الكباب، هو زدت له شويه تيرميريك لان انا ديجا عندي العطريه اللي كنستعمل، وراه ديجا انا هضرت شنو هي التوابل اللي كان طيب بها، وغادي نحط لكم الرابط كما قلت كنعاودها من جديد. وها هي وها هو الكباب تشيكن افغان تشيكن كباب وجد لينا، ودات معاه شلاضه ديال الخس مع رقائق ديال الخيار والفجل والبصله رقيقه، وما دات فيها حتى شي حاجه ناشفه، شلاضه ناشفه. عندي هنايا الدريسن بلساميك فينيغريت، هذا خديته من تريدر جو، وهادي عندي باش غادي نحط فيها الدريسن. وانا ديجا طيبت الارز الافغاني، وغادي نحط لكم الرابط، وراني ديجا هضرت عليه في الفيديو اللي سبق بانني كنطيبو بواحد الطريقه اللي كتجي سهله، وغادي نحط لكم كذلك الرابط كما قلت. ونبداو بسم الله. هنا ديجا عندي التبصيل واجد، غادي نوضعوا الأرز في واحد الجانب، مقدار ديال معلقه حتى جوج معلقات على حساب الكميه ديال الشخص اللي غادي ياكل. غادي نوضعوا جوج قطبان ديال افغان تشيكن كباب في الجنب، وغادي نحتاج شويه الارز باش نوضعوا داك لا سالاد
اللي هي من الخس والفجل والخيار والبصله. البصله غير رقيقه، قطعتها رقيقه وطويله طويله.